اهلا يا دراغم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه رسمه جديده عن حرب اكتوبر. فقبل ما نبدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. رسمه النهارده جميله جدا، بسيطه جدا. هنرسم زي شكل كده زي البوب ارت، ولكن التلوين بقى هيكون باللون الاحمر. زي ما انا قلتلكوا قبل كده، كنا بنعمل ساعات رسمات عن الحرب اكتوبر بطريقة البوب ارت، ولكن كنا بنلون باللون الاسود او بالقلم الحبر الجاف الاسود. المرة دي قلت اغير واجيب لكم رسمة عن حرب اكتوبر ولكن باللون الاحمر. زي ما انتم شايفين عملنا كده زي شكل مستطيل، ولكن يكون يعني ممكن ينفع شكله خماسي ولكن مش مكتمل، يعني خط بالعرض وخطين مايلين بالطول كده. وهنعمل زي ما انتم شايفين بقى الخطوات زي ما انا بعمل بالظبط، يعني وقفوا الفيديو واعملوا الخطوه اللي انا بعملها وبعد كده كملوا واعملوا الخطوه وكده، ما تاخدوش الرسمه كلها على بعضها. زي ما انتم شايفين بنعمل شكل الجندي بالشكل بتاعه كده. زي ما انتم شايفين الجندي بيكون واقف بيحاول يحط العلم على المستطيل ده. زي ما انتم شايفين حاولوا تعملوا الخطوات اللي انا بعملها. وطبعا اللي هيرسم الرسمه يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك، هتلاقوا رابط موجوده في صندوق الوصف. في ناس كتير مستواها اتطور فلازم تبعتوا الرسومات هناك. هنيجي هنا بقى من نص العلم كده ونعمل ايه شكل كده زي شكل الخوذة. هو هنحاول نعمل شكل خوذة، ممكن طبعا ما تزبطش من اول مرة عادي، ما فيش اي مشكلة. اهو الطريقة دي. طبعا الرسمة بسيطة جدا، سهلة جدا، حاولوا بس انتوا صدقوني وهتلاقوها سهلة جدا. بس انتوا خدوا قرار انكم عايزين تتعلموا، خدوا قرار انكم عايزين تشتغلوا، عايزين ترسموا. ارسموا كتير يعني، بجد بجد انا بستغرب جدا من الناس اللي ما بترسمش كتير. الرسم الكتير ده هو الحاجة اللي هتخليكوا تتطوروا في الرسم صدقوني. زي ما انتم شايفين بنعمل الشكل بتاع الرجل، وبنعمل عملنا الخوذة من فوق وعملنا الايد وبنعمل الرجل اهو، ودخلنا على البطن. وبعد كده هنا بعمل شكل الايد زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طبعا احنا محتاجين بس الشكل الخارجي، مش محتاجين اي تفاصيل في اللبس او تفاصيل في الدراع او في اي حاجة. احنا المهم عندنا الشكل او الخط الخارجي، عشان هو كل حاجة من جوه تتلون بلون واحد. يعني مش هلون الخوذة بلون واللبس بلون والوش بلون، لا، هو كله هيبقى باللون الاحمر. طبعا استخدمت اللون الاحمر لان مصر بتتميز باللون الاحمر، يعني من احسن الالوان اللي ممكن تميز بيها مصر اللون الاحمر. زي ما انتم شايفين بنعمل اللي بعده، بنعمل الشخص التالت او الجندي التالت. عملنا رجله وعملنا الخوذة وعملنا الايد، وهو زي ما انتم شايفين بنحاول طبعا نظبط الرسم على قد ما نقدر. اهم حاجة نخطط تخطيط خفيف عشان لما نمسح عشان ما يسيبش اثر على الورق. تخطيط تقيل بيسيب اثر على الورق. في ناس رسوماتهم بتبوظ في الاخر، يرجعوا يقولوا لي باظت ليه، لان التخطيط التقيل بيسيب اثر على الورق. فاحنا نحاول ما نخططش تخطيط تقيل. زي ما انتم شايفين بنعمل علم بقى كده، بنعمل شكل كده زي نص دايره جوه العلم عشان يعمل لنا شكل الرفرفه، تبقى رفرفه واقعيه قوي. وهتشوفوا هنعمله ازاي من فوق دلوقتي. هنيجي نعمل علم خط مستقيم لفوق، ومن عند الرفرفه من هنا نعمل خط لفوق وننزل تحت. يعني زي ما انتم شايفين كل ما تروح لناحيه اليمين كل ما العلم يكون مرفوع اكتر في الرفرفه، يعني كل ما تروح لناحيه اليمين كل ما العلم يكون مرفوع اكتر او زي ما انتم شايفين. ونعمل بقى طبعا المستطيلات. المستطيلات ما تكونش قد بعض يا جماعه عشان الرفرفه تبقى واقعيه. المستطيلات ما تكونش على نفس الخط، تبقى نازله خط عنها شويه. نعمل هنا طبعا النسر، ما بنعملش التفاصيل بتاعه النسر لان لو عملنا التفاصيل الرسمه هتاخد وقت قوي قوي قوي. فبعمل كده زي خط خارجي للنسر وبلونه باللون الاصفر وخلاص، هو اتعرف ان هو علم مصر. بجيب اللون الاحمر بقى عشان اعمل التلوين بتاع الجنود اللي ماسكه الساري بتاع العلم او علم مصر. بلونه باللون الاحمر، عندي الوان في الماستر بلونها بيها. طبعا الالوان في الماستر الوان اقتصاديه،
فعشان كده مميزة ان هي سهلة شوية بالنسبة للناس المبتدئين. بس عيبها الوحيد ان هي كل ما بتقعد تلون على منطقة كتير كل ما اللون بيزيد، كل ما بتحس كده في تحس كده بغمقان في الورقة، بتحس ان الورقة قربت تبوظ من كتر ما هي تلون عليها. يعني كل ما بنلون على منطقة اكتر كل ما اللون بيغمق اكتر، لدرجة ان ممكن الورقة تتقطع في مرة من اللون. زي ما انتم شايفين اهو بنلون الجنود كلهم بالطريقة دي، تلوين بسيط جدا جدا. اكيد انتم شفتوا الرسمة في الصورة مصغرة، فاكيد عارفين هتبقى شكلها عامل ازاي. شكلها طبعا لو شفتوها من بره تحسوا ان هي يعني صعبة، ولكن هي زي ما انتم شفتوا خطوات سهلة جدا جدا. وعلى فكرة دايما انا بحاول اجيب لكم رسومات سهلة وفي نفس الوقت تبقى يعني اللي يشوفها وانتم راسمينها يعني هيقول انتم بقالكم بترسموا بقالكم سنين. فبحاول اجيب لكم رسمة تبهر الناس والرسمة كمان تبقى سهلة. فيعني حطوا لايك بقى حاجة بسيطة كده بس تخليني اتشجع ان انا اعمل لكم حاجات اكتر من الرسومات دي. وبحاول ارسم لكم عن كل المواضيع، بحاول ارسم لكم حاجات كتير في كل موضوع. يعني عن حرب اكتوبر انا رسمت رسومات كتير قوي عن حرب اكتوبر، وفي رسومات نزلت من امبارح، في رسومات نزلت اول امبارح، في رسومات نزلت اسبوع، في رسومات نزلت السنه اللي فاتت. زي ما انتم شايفين بعمل مستطيل الاول اللي في العالم بتاع علم مصر، مستطيل الاحمر اللي فوق الطريقه دي اهو. وكده احنا لونا الرسمه ولونا طبعا المستطيل اللي تحت بالاسود والنسر بالاصفر. ودي رسمة النهاردة بقى، اتمنى تكون عجبتكم، متنسوش اللايك، ومستني تطبيقاتكم على الانستجرام والفيسبوك. ودي رسمة النهاردة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.